واحد بيقول فيه ناس بيقولوا ان الكتاب المقدس تغير فيه اشياء، ما صحت هذا الكلام؟ اللي يقول في حاجة تغيرت يجيب لنا الاصل واللي فيه تغيير ونقارن ببعض ونشوف التغيير فيه. لكن كده كلام على طول يقول فيه تغيير؟ طب عرفت منين ان فيه تغيير؟ هل قارنته بالاصل ولقيت فيه تغيير؟ كلام. اللي عايز يهاجم يهاجم. ثم التغيير حدث امتى؟ اول ما المسيحية قامت كانت امامها اليهودية بتتربص بيها وتمسك لها اي غلط، فلو حدث تغيير كان اليهود مسكوها عليه. وبعد كده بقت الانقسامات والحركة والبدع وبقوا واقفين قصاد بعض، لو حصل اي تغيير يمسكوها على بعض. كمان النسخ القديمة اللي موجودة في الكتاب المقدس زي اللي عندنا بالظبط.